بظل الحديث الدائم عن السلام، اليوم حبينا يكون معنا رئيس الحركة السلام الدائم فادي أبي علام لحتى نحكي معه أكثر عن التفاصيل اللي ممكن واحد يشهدها خاصة ببلد مثل لبنان. أستاذ فادي صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم صباح. أول شيء منعزيك مثل كل اللبنانيين. خليكي من عالصباح. من قلك الحمد لله على السلامة. شكرا. بداية حركة السلام الدائم اللي ابتدت بسنة 86 يعني مع أواخر سنوات الحرب الأهلية، الحرب اللبنانية، حرب الآخرين على أرض لبنان مثل ما تمت تسميتها، اشتغلتوا كتير على الحد من النزاعات وعلى فض النزاعات. قديش فعلا العمل على الأرض ضمن إطار حركة السلام الدائم عم تشعروا أنه ممكن يوصل لنتيجة ببلد مثل لبنان؟ شوفي، ما في خيار آخر. يعني إذا بقول أنه والله ما وصلنا لنتيجة اللي منتمنىها، أكيد عملنا كتير نتائج. البرهان هو الواقع اللي نحن فيه. وقت بدنا نشتغل على نزاعات مسلحة على العموم، نشتغل على عناصر ثلاثة أساسية. العنصر الأول حالات النزاعية. نعم. الحالات النزاعية يلي بعلم النزاعات، النزاعات هي أمر طبيعي بالحياة. ما حدا يقدر يتخيل بوقت من الأوقات أنه صار عندنا سلام بمعنى ما بقى عندنا نزاعات. صحيح. النزاعات هي أمر طبيعي وقد تكون فرصة للتطور، وغالبا ما تكون كذلك. النقطة الثانية هو السلاح. نعم. لأنه وقت عم نحكي عن نزاع، يعني عم نحكي نحن هون بمعنى الحرب، النزاعات المسلحة. نعم أكيد. وأعطوهم السلاح بقتلوا بعض. بمعنى أنه النزاعات أمر طبيعي، وخيار العنف هو خيار مقبول بالتعاطي للأسف بمجتمعاتنا، وبالتالي هون توفر السلاح يعني بيدفعنا للبحث عن ضحية، بيدفعنا للدخول بالحروب. صحيح. هلأ العمل على ثلاث قضايا هو أساسي بموضوع النزاعات. بنقول لابد من رفع الوعي وبناء القدرات على مهارات وتقنيات حل النزاعات سلميا. صحيح. لانه يلي عم يستخدم العنف عم بقول انه والله حاولنا وجربنا شفنا انه هالخيارات السلميه لم تجدي نفعا. طب نحن بنجي نقول هون، هل يا ناس بتعرفون شو هن هالخيارات السلميه؟ بتعرفوا تمارسون؟ بالعدد بتعرفوا تعدون؟ يعني نحن بنقول الحوار بنوقف عند الحوار، والحوار هو اساس. إنما إذا صنف الحوار بنروح على المفاوضات، ما مشيت المفاوضات في وساطة، ما في وساطة في توفيق وإلى آخره، في مجموعة. صحيح. من الوسائل السلمية اللي ممكن اعتمادها للوصول إلى تلبية حاجة أو إحقاق حق. صحيح. هي من شأن النزاعات. طيب موضوع السلاح، نحن بمجتمع دولي، المجتمع الدولي يتألف من دول ذات سيادة، والدول ذات سيادة تعني أن السيادة هي حصرا في ملك القوى الأمنية الرسمية وليس غير ذلك. هلأ شيء بيتعلق بالمقاومات وهي حق لكل إنسان. نعم. لكل مواطن وهي واجب، إنما من أجل السيادة وليس العكس. يعني بالتالي هون السيادة هي أساس سيادة الدولة. صحيح. وهيبة الدولة هي أساس. طيب لكن عندي هون أنا شيء النزاعات، عندي شيء بيتعلق بالسلاح، الشيء الأخطر باعتقادنا من اثنين يلي ذكرتهم هو العنف. ايه اكيد. شوفي في ثلاث مدارس بموضوع العنف. في مدرسة أولى بتقول إمكانية استخدام العنف كوسيلة أخيرة إذا ما استنفدت الوسائل السلمية، وهذه المدرسة هي الأكثر شيوعا، بمعنى موجودة على مستوى الدول يلي كلها عندها جيوش ما عدا اليابان. على مستوى يعني الأمم المتحدة هنالك الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلي فيه إمكانية اللجوء إلى العنف، وعلى مستوى البيت الأم يلي هي عم تربي ولدها يلي ممكن بمطرح أنها تضربه. طيب أكيد هون الضرب هو لأنه ملتزم بتربيته ويطلع يعني النشأ يلي بتتمناه، مش لأنه بتكره. طبعا ما في شك بعلاقة الحب، بس مثل ما ذكرت حضرتك بتكون استنفدت كل الوسائل الأخرى. احنا أي مدرسة هي المدرسة يلي بتقول إمكانية استخدام العنف كوسيلة أخيرة إذا ما استنفدت الوسائل السلمية. في مدرستين تاني، مدرسة منهم بتقول أن العنف هو خيار غير مقبول على الإطلاق بالتعاطي. وهلأ هون بنشوف يعني هون في مبررات اثنين للموضوع. مبرر إنساني يلي يعني فيه قلويين أو متصوفين أو هولي، يعني هولي عالم بقول أنه أنا العنف ما بدي استخدمه. يعني في يقول هيك هالعالم اليوتوبيان. طيب إنما كمان في عالم بتقول أنه هل العقل البشري يعني ابتكر كل شيء، ابتدع كل شيء بهاللحظات؟ بنعرف شو عم بيصير اختراعات. طب مين قال انه استنفدت وسائل سلميه؟ وبلكي هلا انخلق شيء، ليه بدي اقتلك لاوصل لحق؟ صحيح. يعني طالما في امكانيه ان اوصل لهالحق او لبي هذه الحاجه دون اللجوء الى العنف. هلا المشكله وين؟ بالمدرسه الثالثه وهي الاخطر، ويلي عم نعيشها فيه يقول الحرب اللبنانيه بين ال 75 وال 90
وخلينا نقول عام 2013 من انا يعني هون بالارقام بنحطه بخانه حرب ال 75 90 صح. لانه كان عندنا ما يزيد عن 4000 ضحيه بهالسنه. مزبوط. طيب هي المدرسه شو بتقول؟ ان العنف هو خيار مقبول في التعاطي، وليس بالضروره ان يكون الخيار الاخير، وقد يكون الخيار الاول. يعني هون شو يعني الحروب الاستباقيه والحروب يعني حتى العادله والدفاعيه والى اخره، يعني قبل ما انت تهجم علي، لانه انت عم تحضر حالك ممكن تهجم علي، خليني انا اهجم عليك. صحيح. هي مدرسه جدا خطيره. من هون اجى ميثاق الاونسكو، يلي الاونسكو هي وكاله الامم المتحده المتخصصه بشؤون الثقافه والعلوم، يلي اجت تقول شو هولي وكالات داعمه لموضوع السلام والامن. اجى يقول اذا كانت الحروب في عقول الناس تبدا، ففي هذه العقول يجب ان تبنى ثقافه السلام. ما حكي لا عن نزاعات ولا عن سلاح، حكي عن عقليه. صحيح. عقل يقبل بان يكون العنف هو خيار مقبول في التعاطي. طيب نحن هون بنقول كل طاولات الحوار، انا اتمنى خلينا نقول مواطن بحمل الجودويل الاراده الطيبه بتجاربنا نحن قبل ما اقول العالم لوين وصل وكل اللي اشتغلوا على العنف وين وصلوا، ينحط بند واحد على طاوله المفاوضات. فينا نتفق نحن كلبنانيين أن العنف هو خيار على الإطلاق غير مقبول بين بعضنا البعض؟ يا ريت. أنا بعتقد إذا نوصل لهالحل لهالنتيجة هاي حلت. صح. ما بقى عندنا مشكلة تانية. صحيح. لأنه حتى ما بخوفني المتطرف، مش بنحكي عن متطرفين وأصوليين وحتى تكفيريين، حتى هيك خلينا وقت بكون ما في سلاح خلي العقل هون نتناقش بالعقل والمنطق، ويلي بشوف انه المنطق تبعوله او ناس بتحكم من هو العقل وين خلينا نقول الحل المنطقي والمقبول الناس رح تلحقه. فبالتالي ما رح يكون عندهم اتباع يلي نحن شايفينهم انه هن مش مقبولين. صحيح، لانه مش مقبولين. اي وين المشكله؟ استخدام العنف. صحيح. هون وقت تتحول القيم من مصدر الى يعني الى الغنى والتنوع والى اخره، تتحول القيم الى حروب، يعني صارت مصدر للنزاعات. وين؟ عندما يحاول طرف اجبار طرف على اتباع قيم لا يؤمن بها. صحيح. اجباره بقوه السلاح. هون بدي احكي شغله كمان كثير مهمه استاذ فادي، وهي موضوع انه نحن اللي اعتبرنا جيل الحرب اللي ربب الحرب بين ال 75 وال 90، وفي جيل جديد هلا موجود على الارض مش واعيين اهميه الحرب، ومش واعيين اهميه انه الحرب ممكن تشتعل بلحظه بكلمه بموقف بطريقه بلون بحزب باي مكان اخر. انما هون لما بنقول لهم انه لا انتبهوا الحرب بتولع بلحظه، والحرب ممكن حيلا شيء شاعلها، ما تفكروا. صحيح. بالعنف كوسيله اولى للتعاطي، ولا كوسيلة تانية ولا كتالتة ولا رابعة، يمكن يكون آخر الدواء هو الكي اللي هو العنف. إنما هون قديش ممكن نوعيهم ونقول لهم فعلا خليكم واعيين وعارفين أهمية هالموضوع، لأن الموضوع منه هين أبدا، والموضوع ممكن يرجع يصير بأي لحظة بأي نهار، ونحن عم نشهده يوم بعد يوم على طرقاتنا. صحيح. خليني هون نقطتين هيك يعني بيّنوا من خلال سؤالك. لا، آخر خيار على الإطلاق ليس لا. ما هو هيك يعني اخر هون مرقت بشكل انه اخر علاج هو الكي. ايه نحن بنقول انه اذا صنفدت الوسائل السلميه يمكن اللجوء الى اللاعنف. اللاعنف شيء والسلام شيء اخر. الوسائل السلميه اني حاور اني فاوض اني اعمل وساطه، هو وسائل سلميه طبيعيه بالتعاطي. اكيد. اما اللاعنف هو اني قاطع واني اتظاهر واني اعتصم واني ارفع صوت واني اعمل حملات ضغط والى اخره، هيدا اللاعنف. العنف منه هو وسيلة عادية خليني أقول لإحقاق حق في ضغط في إجبار، بس إنما بشكل لا عنفي. صحيح. بشكل لا عنفي. الوسيلة الأخيرة هي اللا عنف، لأن كل تغيير يأتي عن طريق اللا عنف يبقى ويستمر. كل تغيير يأتي عن العنف انتظر مين يجي بشكل خليني أقول معاكس ويحمل عنف آخر من نوع آخر، وقد يكون جدا خلاق وإنه يرجع يغير المعادلة. نعم. طيب هون نقطة تانية فيما يعلق بالجيل يلي مرق وإلى آخره، كيف فينا نحن يمكن مشكلتنا الكبرى هي كيف ننهي نزاعاتنا. أكيد. نعتبر إنهاء النزاع أو إنهاء الحرب هو السلام. هذا مش صحيح أبدا. السؤال الأكبر كيف نحن ننهي نزاعاتنا، هذا يلي بدنا نواجهه. نحن بننهي نزاعاتنا بشكل عام بالمنطلق السياسي خليني أقول على قاعدة انسى وسامح. انسى وسامح. ليه؟ منقول إذا أنا بدي أتذكر، يعني أنا عم عيد نكء الجراح. طيب عم عيد نكء الجراح،
ليش بالعالم في نصب تذكاري؟ تتذكروا. صحيح. طب شو هالتناقض هيدا؟ بتعرفي ما بنقول تنذكر ما تنعاد. خليني اقول شغله، دائما بنقول تنذكر ما تنعاد. ايه هون بنضوي على الموضوع. صحيح. ليش احنا شوفي نحن اهم نصب انعمل للذاكره بالعالم موجود بلبنان. ومعظمنا ما بيعرف وين، لانه نحط وقت اللي نحط هالنصب بالموقع الخطا. نحط على مدخل وزاره الدفاع بالوقت يلي لازم يكون بوسط بيروت بنص العاصمه، حتى يضلوا يتذكروا العالم، او حتى خليني اقول باي قريه نائيه بلبنان، لانه كان صار مزار عالمي. مش بهالمطرح تحديدا نحط. شو فيها النصب هيدا؟ في عده الحرب مدفونه، ومنطق الدفن ان يكون تحت التراب، الانسان من التراب والى التراب يعود. اما هيدا نصب هو دفن مقلوب، بمعنى انه لازم تبقى هالعده هي اللي عم ندفنها شاهد عيان. صح. نبقى نشوفها، هاي العده اللي قتلنا بعض فيها لازم تبقى نبقى شايفينها حتى ما تنعاد كرمال الذاكره. حتى ما تنعاد. بس وين نحن الخوف اللي عندنا اياه؟ انه انا بقول ما بدي انا اتذكر لانه يعتبر نكأ للجراح، لانه احمل ثقافه الصقر. لانه احمل ثقافه الصقر، بخاف ارجع اكرر، بخاف من هالزاويه هاي غالبه ثقافه الصقر عنا. لا، نحن بدنا نحمل ثقافه التسامح. ونحن بنقول القاعدة الأصح من خليني أقول القاعدة الأصح من انسى وسامح هي تذكر سامح وغير. صح. أنا بدي أتذكر اللي صار، ما بدي أسأر، بدي سامح وبدي غير. شو اللي بدي غيره؟ بدي بطل عندي العنف هو خيار بالتعاطي، بدي بطل عندي الصقر هو أداة لحتى أنا أرجع يعني هيك أشعر بالشفاء النفسي. انه انا حدا حط لي كرامتي بالارض عم عيد هذه الكرامه. ابدا مش هيك. اذا قابلنا الاساءه بالاساءه متى تنتهي الاساءه؟ بدي اتذكر تا ما اعيد. وهون كمان كثير مهم، ما بس اني هيك مجرد اني اتذكر، بدي اتذكر شو؟ بدي اتذكر كل اللي انتهكت حقوقهم. المعيار هو حقوق الانسان. يلي انقتل ويلي تعوق ويلي تهجر ويلي هاجر ويلي انخرب بيته، بدي اشوف كيف بقدر اعوض عليه. صحيح. مين بدي اعوض عليه؟ مش بس الدوله. هيدا مساله التعويض، هي على كل المستويات، على مستوى المجتمع المحلي، على مستوى المنظمات المجتمع المدني، على مستوى خليني اقول رجال الدين، على مستوى الدوله والمجتمع الدولي. هون مفترض يكون في عمليه مسار شفائي. هالمسار الشفاء اسمه عدالة انتقالية. صحيح. انتقال من حال الحرب إلى حال السلام. السلام نبني السلام. أنا أفضل كلمة أو تعبير أو مصطلح بناء السلام. صحيح. بناء السلام بدك تبني إنسان وبدك تبني مجتمع. هيدا الشيء أساسي جدا فعلا أستاذ فادي. نحن متشكر كثير وجودك معنا، وإن شاء الله يا رب نكون قدرنا اليوم نوصل هالرسالة الأساسية اللي مثل ما قالت هي بناء السلام. رئيس حركة السلام الدائم ونائب حزب الخضر اللبناني السيد فادي أبي علام، شكرا كثير لحضورك معنا وأهلا وسهلا فيك بعالم الصباح. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. زميلات لنا بعالم الصباح رح يكونوا معنا، وهن من تلفزيون مستقبل ومن أسرة تلفزيون مستقبل، وشف شادي ورشة ملح. أكيد خليكم معنا.